الجلوس ومشايخ تلامذة الأخير تعلم تذكر التذكير سبحانه وتعالى من فرج إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنة الله سبحانه وتعالى في عباده أن جعل هناك الغني والفقير وجعل العالم والجاهل. نعم، فما هو مظهر للرفعة كالمال والجاه والعلم، هذا قد تتأثر به النفوس الضعيفة فيورثها كبرا وغرورا والعياذ بالله، ومحبة للتسلط والتملك، وهذا مرض نفسي يكون بسبب الجاه والمال أو العلم إذا سيق إليك من غير تربية وتهذيب. إذا لم يسبق العلم تربية وتهذيب هذا يكون سبيله وهذا مورده والعياذ بالله، يورث عجبا وكبرا والعياذ بالله، فيصير صاحب ذلك العلم، صاحب ذلك الجاه، صاحب ذلك المال وحدوثة عند الناس وضحوكة بين الناس، وإن جاملوه بالوجيه لكن قلوبهم تنتقد عليه، لأنه كل عاقل يعني تنفر نفسه عن عالم متكبر، عالم مغرور، أو رئيس لا يبالي، أو مسؤول لا يبالي بما أخذ من أموال الناس، أو غني مال قلبه إلى المال واغتر به ونسي أنه حال حائل وظل زائل، ولو دام المال والجاه والرئاسة لأحد لم تصل إليك رئاسة ولم يصل إليك مال ولا جاه، لكنها لما كانت نفسه ضعيفة فلهذا هذا كان مصير النفوس الضعيفة والعياذ بالله، بدل ما يكون هذا سبب الذي جعل الله من علم ومال ورئاسة بيده في صلح العباد والبلاد، صار ذلك أول ما تضرر منه هو نفسه بوقوعه في مكائد إبليس الخسيس من عجب وكبر وسعي في إيذاء الناس والعياذ بالله. لكن إذا جاه المال أو الجاه أو العلم على نفس شريفة قوية قد تروضت وتندبت وتهذبت على الرجال الذين أن الجلوس معهم يؤدب النفوس، فحينئذ اكتسب ذلك الجاه وذلك العلم وذلك المال فضيلة وجاه وقدرا. مثال ذلك، جاءت رياح صادفت ريشة، فإنها إذا جاءت من الجنوب أخذتها إلى الشمال تلعب بها، وإذا جاءت من الشمال أخذتها إلى الجنوب، صارت الرياح تلعب بهذه الريشة. ليه؟ لأنها خفيفة. لكن تأتي الرياح وتمر عند الجبال والجبال ثابتة راسخة لا تتحرك أبدا، فكذلك حال النفوس الضعيفة التي تتغير إذا أعصيت الجاه وجلست على الكرسي، النفوس الضعيفة هي التي تتغير إذا جاءها المال بعد الفقر أو مال زيادة على ما هو فيه من الغنى أو جاه العلم، هذه النفوس التي تتغير، هذه النفوس الضعيفة مثالها مثال الريشة، أما ما هو مثال الجبل لا يتحرك أبدا. نعم، فلا تتغير ولا تتقدر بل تبقى صورة ظاهرة لا يغيرها شيء. والعادة أن الرئاسة تغير النفوس، والأموال إذا رآها الإنسان طغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأى شيء من الدنيا. لكن المصيبة كل مصيبة صاحب العلم،
كيف يطغى وكيف يبغى وكيف ما طلبه ليصلح به نفسه بعد أن أن يصير حجة له صار حجة عليه، لأنه ما أصاحب العلم تربية وتزكية، فلهذا وقع ذلك العلم حجة عليه لا له. فلهذا كان السلف الصالح يحرصون على تثبيت القواعد، وهذه هي وظيفة المشايخ، تثبيت القواعد بحيث تأتي الأمواج ما تحركها، تأتي الرياح ما تحركها، هو ثابت في بلده، في سفره، في حضره، في خلوته عند الناس، هو على حالة بينه وبين الله، هذا هو الثبات. ما الذي يتلون بلونه إذا جاء البلد هذا، إذا ساير الفسقة مشى معهم، وإذا ساير الطيبين صار طيب مثلهم، هذا متقلب، هذا لأنه بلا تربية، تعرف أنه بلا تربية، ما تربى ولا تعلم العلم الذي يزكيه ويرقيه ويقربه من ربه سبحانه وتعالى ويكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا لما فيه رضاه ويجرنا كل ما يستطعنا يا رب العالمين. الثابت الذي هو كالجبل، ليس المعنى أنه معصوم، لا، إنما العصمة للأنبياء والمرسلين، لكن تمر عليه الفتن وتمر عليه الشهوات، لكن قد تصيب منه يسيرا، لكن في الحال يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرجع إلى الله. وليس المعنى أنه معصوم، إلا إذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا مبينا، لكن قد يقع في هفوة أو زلة إذا رأى صورة حسنة أو مستحسنة، لكن في الحال يرجع إلى الله، تحصل منه نظرة، لكن في الحال يرجع ويتعوذ من الشيطان ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي هو غير ثابت، الذي لم يتربى ولم يتزكى، فإن هذه الأمور من الشهوات وغيرها من زهرة الحياة الدنيا، إذا مضت عليه تبقى الصورة عنده في الذاكرة في العقل، فإذا حتى أنه يصير كالسكران، يصير كالسكران عندما هذا حتى يتمنى أن يرى تلك الصورة الحرام مرة ثانية، ويتمنى أن يرجع لذلك المكان الذي فيه منكر مرة ثانية، هذا يدل على عدم الثبات وعلى عدم التربية والتزكية. حقه كان أن يندم، هذا الثابت هذا. أما الخفيف الذي لا ثبات له فإنه لا يدكر ولا يعتب، بل يرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، كلنا محل الزلات، لكن العاقل هو الذي يتذكر ويرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، مسكوا بريك، فإذا هم مبصرون، هذا هو العاقل. فالعاقل الذي لا يتكلم بكلمة حتى يعرف ماذا ينبني على هذه الكلمة، إيش يترتب عليها، ولا يفعل فعل حتى يعرف عاقبة هذا الفعل، هذا يسمى عاقل، الذي ينظر إلى بعيد. أما غير العاقل فإنه ينظر إلى ما تحته فقط، وربما كان هناك شيء يضره في الأمام ما ينظره، فالنظر في العواقب هذا هو العقل، وتدبير الأمور هذا هو العقل، وعدم النظر في العواقب سواء في عاقبة قوله أو فعله أو غير ذلك، فذلك يدل على عدم العقل وضعفه وعدم الثبات والعياذ بالله. الله يرزقنا عقولا وافرة وأذهانا صافية يا رب العالمين. فالعلوم كثيرة وليس كلها بنافع، إنما النافع منها ما يبصرك بعيب نفسك، النافع منها ما يزيدك مراقبة لله وخوفا من الله سبحانه وتعالى، النافع منها هو الذي يزيدك رغبة في الخير ومحبة في الخير وأهله وبغضا في الشر وأهله، هذا هو النافع.
ولا تغتر بما حدث في هذا الزمان من علوم يظنها الناس أنها علوم زيان، وهي ليست من علوم الزيان، بل تلفت قلوب الزيان لأنها اشتغلت بعلم لا يسمن ولا يغني من جوع، وأحدثوها في هذه المدارس الجديدة الذي سموها بالمدارس النظامية أو المدارس الحكومية أو المدارس العمومية، يتعلمها ولا يستفيد منها لا في حياته ولا يسأل عنها في حياته ولا يستفيد منها شيء أبدا، بل ربما زادته غرورا واستكبارا حتى ظن نفسه أنه قد تعلم وهو لم يتعلم، فخرج من جامعته وهو لا يحسن حتى تلاوة القرآن، وخرج من جامعته وهو لا يعرف شيء عن سيرة النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. بماذا اشتغلت في هذا العمر كله سنوات عديدات ما عرفت شيء فيها عن فخرك المؤبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما تعلمت شيء من سيرته وأخلاقه؟ وقد أخبر بعض الدكاترة في بعض الجامعات في هذا الزمان أنه سأل طلبته في قاعة المحاضرات عن شيء بسيط من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما حصل أحد يجيب له، فقال له اذكروا لي 4 زوجات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أحد أن يجيب. بل وأخبث من هذا أنهم ذكروا من أمهات المؤمنين آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، من الجهل المركب. هذه ليس ناس في ثانوية ولا في يعني ناس في الجامعة يسألهم هذا الأستاذ، بعيدين، ماذا يتعلمون؟ لا أحسنوا دين ولا دنيا، وبعد ذلك خرجوا من جامعاتهم على بطالات وجلوس في الدكك، وما هذه الجلوس في الدكك والمقاهي إلا خرب مروءة، إلا دخولها للضرورة، جلوسك على مقهاية ولا على شيشة ولا على روكو ولا تنباك، هذا كله خرم مروءة ونقص، وترد شهادة الإنسان إذا ارتكب خارم المروءة. جلوسك على الدكك في الشوارع هذا كله خارم مروءة، منتظرين التوظيف، بعد ذلك منتظرين الوظيفة من الحكومة، وكأن هذه الرازق هي الحكومة، والله سبحانه وتعالى أمر العباد بالضرب في الأرض، فربما حركة قليلة يجعل الله فيها لك فيها رزق كثير، ها؟ لكن بعض الناس لحمقه وغفلته يظن أن هذا الرزق لا يأتي إلا من جهة واحدة، الله الرزاق إن شاء يجعل رزقك من هذا المكان أو هذا، أنت ما عليك إلا أن تتحرك، وربما جعل الله سبحانه وتعالى في تلك الحركة البركة فرزقك الله من حيث لا تحتسب. نعم، لكن بعضهم عشاق الوظائف الحكومية، ما يريد إلا الوظيفة الحكومية، كأنه يظن أن لا رزق إلا من هذه الجهة، بالرغم كان السلف الصالح يبتعدون عن هذه الوظائف بل يستكثرونها، ويعلمون أن هذه الوظيفة إنما هي حصر رزق، ولكن عندما تضرب في الأرض بتجارة أو نحوها فإنك بفعلك ذلك بنية صالحة ربما فتح الله لك باب رزق من حيث لا تحتسب. نعم، فعلى كل حال إنسان بيطلب علم، يطلب علم ينفعه يعود عليه بنفعه. نعم، ثم إن هذه مدارس أسست لتعليم علم الدنيا، ما أسست تعليم علم الدين، فلهذا ما اهتمت بالدين ولا اهتمت بالقرآن الكريم ولا اهتمت بسيرة النبي وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فترى الطالب يخرج منها ليس فيه أدب ولا عنده أخلاق، فيسيء الأدب مع والديه، مع أرحامه، مع جيرانه، مع زملائه، بل ربما خرج منها وهو يسب ويلعن والعياذ بالله.
إنما المدارس التي أسست محبة للنبي ونشرا لشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الذي يخرج منها الخير ويخرج منها الحسن والخلق الحسن، ويخرج منها طالب على سيرة حسنة وخلق حسن. الله يوفقنا لما فيه صلاحنا وصلاح أولادنا في تعليمهم وفي تهذيبهم وفي تربيتهم يا رب العالمين. بل كثير ممن علقوا شهاداتهم وقنبرهم من الجامعات وغيرها ظنوا أنهم وصلوا إلى شيء لم يصل إليه أحد غيرهم، واغتروا بمظاهر ألقاب الدنيا، سواء بلفظة دكتور أو بروفيسور أو غير ذلك، وظنوا أنهم قد ختموا العلم، حتى أنهم صاروا لا يريدون أن يتعلموا ولا يستفيدون من أحد، بل ربما فهموا المفألة على غير فهم فلا يستفيدون من أحد ولا يصححون مفاهيمهم التي يجب أن تصحح. كثير مفاهيم خاطئة عنه بقيت هي على خطأ لأنه ظن نفسه أنه قد ختم العلم والعياذ بالله. فهذا ظاهره العلم وباطنه الجهل، وهذا المسمى بالجهل المركب، أنك تظن نفسك أنك في العلم وأنت خارج عن أهل العلم، أو تعلم الشيء على غير الصواب. يقال هذا هو الجهل المركب، وهو أسوأ من الجهل البسيط، لأن الجاهل البسيط يسهل تعليمه، والجاهل المركب يعسر تعظيمه. فهو يمشي كالذي يمشي إلى سراب، يحسبه ماء فإذا جاء لم يده شيء. وهكذا هذه العلوم الظاهرة الآن الذي اغتر بها الناس في هذا الزمان، يظنها الناس شيء ويظنها أنها يترتب عليها أمر، ثم بعد ذلك إذا كبر سنهم وطعنوا في السن علموا أن زمانهم أمضوه في لاش، في لا شيء، فيندم على زهرة العمر الذي أضاعها. وهذه شواهد أحوال وقد سمعناها بالآذان، وليس هو مجرد تصور بالأذهان، وقد سمعنا من أهل ذلك الشأن بالآذان، فهم الآن وقد كبر سنهم فهم يندمون. فلهذا يحذر الإنسان، إذا ندمت أنت فلا تقع ولا توقع ابنك في الندم، في الندم والخذلان والعياذ بالله. نعم، فإذا عرفت أن أمور تضيع الوقت ولا تستفيد منها لا دين ولا دنيا، فانتبه من نزغة الشيطان. فإذا نزغك نزغ من الشيطان فاستغف واستعن واستعذ بمولاك يغثك ويعينك سبحانه وتعالى، وتوجه إلى الله والتجئ إلى الله وتوسل بحبيب الله محمد بن عبد الله أن يرشدك لما فيه الحق والصواب، يرشدك الله ببركة العمل الصالح وببركة سيد الصالحين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو غياث آدم ومن بعدهم من الأنبياء والمرسلين، أفلا يكون غياث لك أنت يا مسكين؟ فاستغث بالله واستعن بالله وتوسل بحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ترى الإعانة والإغاثة من المولى العاجلة في الحال، يدركك الله سبحانه وتعالى ببركة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن كنت صادق المحبة وصادق التعظيم وصادق التوسل بحبيبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، يجيب من دعاه، ومن دعاني ومن دعا الله سبحانه وتعالى أجابه، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من حبل الوريد. فما على الإنسان إلا أن يظهر ضعفه وانكساره وذله لله، ويسأل الله سبحانه وتعالى ما هو الأصلح له والأصلح لأولاده، فإن الله يرشده ويشرح صدره ما فيه الخير له. فلهذا شرع لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، ليشاور الإنسان ربه سبحانه وتعالى فيرشد للصواب ويوفق للسداد. فالله يجعل أقوالنا أقوال سداد وأفعالنا على الصواب، بجاه النبي محمد سيد الأحباب، إنه على ما يشاء قدير بجبس جدير.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يعلمنا ما جهلنا وفقنا عمل بما علمنا وزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين، ويجعل أوقاتنا كلها إن شاء الله مصروفة في طاعة الله، ويفقنا لما يرضي عنا، ويجنب كل ما يسخط عنا، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا لطلب العلوم النافعة، وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء سامعا وشفاء من كل مرض وداء، بالحلم وزينا وكرمنا بالتقوى، يمنا بالعافية، وحققنا بالاستقامة، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الضالين آمين. ربنا 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 تقبل منا وتب علينا واغفر لنا تب العطاء لا تبطي أولا ولا آخر، ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عند غنينا بها عمن سواك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وسلم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.